النهارده وزيره الصحه وارتباطا كمان بملف الصحه دكتوره هاله زايد اعلنت عدد المواطنين اللي تم فحصهم ضمن المبادره الرئاسيه 100 مليون صحه من وقت انطلاقها في اول اكتوبر اللي فات. والحقيقه كانت الارقام اللي اعلنتها وزيره الصحه كاشفه بشكل كبير عن النجاح اللي حققته المبادره دي. خلينا نستعرض مع حضراتكم ابرز التفاصيل الارقام. المرحله الثانيه من مبادره 100 مليون صحه بشكل اجمالي ما تم فحصه حتى الان 19 مليون مواطن منذ انطلاق الحملة. تم فحص 6,479,000 في المرحلة الثانية. محافظة القاهرة الأكثر مشاركة ب 2,340,000 مواطن. سوهاج بتأتي بإجمالي 829,543 مواطن. محافظة المنوفية إجمالي 817,000 مواطن. كفر الشيخ 654,700 مواطن. محافظة بني سويف 579,000 مواطن. طلاب المدارس ضمن مبادرة 100 مليون صحة كان الأرقام الخاصة بيهم مسح المدارس من أول 1/12/2018 وبيستمر حتى أبريل 2019. تم فحص 375,926 طالب في محافظات المرحلة الأولى. محافظة إسكندرية كانت الأكثر إقبال من الطلاب ب 84,745 طالب. محافظة البحيرة كان العدد الإجمالي 73,248 طالب. نروح بقى لمحافظة أسيوط الصعيد. عدد الطلاب كان 65,428 طالب. الأليوبية كان العدد الإجمالي 56,352 طالب. طبعا المشاركة الكبيرة دي أكيد بتكشف أنه مع الجهد اللي بتقوم بيه وزارة الصحة والمؤسسات الداعمة ليها في هذه المبادرة ومع الاهتمام الكبير بتسليط الضوء على أهمية المبادرة دي، المواطنين أصبح لديهم حماس وأصبح لديهم رغبة أن هم يتفاعلوا مع المبادرة ويروحوا مش بس عشان يطمنوا على صحتهم، علشان يمدوا الدولة بقاعدة بيانات صحيحة وسليمة عن كل المشاكل الصحية اللي عند المواطنين هتفيد فيما بعد في حاجات كتيرة قوي، من ضمنها مظلة التأمين الصحي الشامل. أعتقد أن دي فرصة بنذكر مرة تانية لكل اللي ما راحش وما طمنش على نفسه وما كشفش في محافظات المرحلة التانية يلحق ويروح قبل انتهاء المبادرة.